متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس، الدرس الثالث، حيث سوف نركز على القمم والقيعان، ولكن تختلف القراءة التي ربما تعلمونها حسب يعني بعضكم كتاب فيديوهات على اليوتيوب، بعضكم كتاب ربما حتى خريجي أكاديميات عندهم بعض القراءات التي صراحة أنا لا أظن أنها بدأت أو لا أصبحت تؤتي أكلها في أسواق سواء العملات الرقمية أو الفوركس. فأغلبكم الآن أنا أظن يضاربون أو لا يريدون تطوير أنفسهم من ناحية العملات الرقمية. إذن أخوتي الكرام، عندما نتحدث عن قمم وقيعان، فبعضهم كيظن بأن القمم والقيعان هي الدعم والمقاومات، وهذا الشيء خطأ. لماذا؟ لأن القمة والقاع هي كنقولوا بحال كنقولوا الجهاز العصبي ماشي الدعم ولكن للاتجاه. ثم ملي كنتحدثوا عن دعم ومقاومه، هنا كنتحدثوا على وسائل اخرى. اذا اللي كيهمنا اخوتي الكرام اننا نفرق ما بين الدعم والمقاومه والقمم والقيعان. القمم والقيعان هي هذه اللي كتشاهدوا مثلا هنا، كيجي على شكل راس جبل، هنا كنسميوها قمه في هذا الشكل. هنا نتحدث عن مثلا قمه، هنا كذلك نتحدث عن قمه، وهنا مثلا نتحدث عن قاع، كذلك هنا نتحدث عن قاع، هنا ايضا نتحدث عن قاع، كذلك مثلا اذا جينا هنا وقلنا ان هذا الراس هذا كيتعتبر قمه، هذا كذلك كيتعتبر قمه. لكن شنو هو الفرق ما بين القمم والدعم والقمم والقيعان والدعم والمقاومات؟ ببساطه جدا، القمم والقيعان هي احد المستويات السعريه التي سوف نستعملها مستقبلا كدعم ومقاومات، لكن الدعم والمقاومات هو مستوى سعري يفكر التجار في الشراء فيه. فلماذا بعضكم قد يدخل في صفقة وكيضع مثلا الخطوط ثم يفاجأ بأن السعر لم يلامس، أو لا ذاك المقاومة مثلا لم تصد السعر، أو لا ذاك الدعم لم يرفع السعر؟ لماذا؟ لأن الدعم والمقاومات هي مستويات سعرية فقط، وتتشكل حسب الظروف اللي عندنا في الأسواق. فمثلا هنا مثلا وتوقف السعر، ليس لأن هذا السعر هذا يعني هنا مثلا نتحدث عن القاع، ولكن لأن حاليا السعر أتى كنقولوا أهدافه، أنا ندرسوها في درس آخر اللي هو في الفيبوناتشي، بعد ملامسته لمستويات 1.61 فيبوناتشي. أنا أعطيكم مثال، شاهدوا مثلا هنا، هنا إذا جينا القمة وهنا القاع، سوف نلاحظ أن السعر يعني نزل ثم أعاد اختبار مستويات 1.61 فيبوناتشي، فهو لم يصعد بناء على يعني نقولوا ملامسة سعرية، لا بالعكس، وإنما فقط لأن مستويات 1.61 فيبوناتشي هي التي أعطت للسعر القوة لإعادة اختبار وملامسة هذا المستوى. فهنا أخوتي الكرام اللي كيهمنا ليس يعني فيبوناتشي ولا دعم المقاومات، ولكن فقط لنفهم القمم والقيعان. كيف تستعملون القمم والقيعان بشكل صحيح؟ ببساطة جدا، الاتجاه الصاعد هو قمة أعلى من سابقتها. البيتكوين قبل أن يصعد، شاهدونا، شكل لدينا قيعان أعلى من سابقته. إذا ذهبنا إلى الإطار الزمني اليومي سوف تظهر بشكل واضح أكثر. سوف أعطيكم مثالا هنا، شاهدوا، يعني هنا هذا قاع وهذا قاع وهذا قاع، يعني سنلاحظ أن السعر كيشكل قيعان أعلى من سابقتها. فكل ما كان هنالك قيعان أعلى من سابقتها إلا وكيكون هنالك إخوتي الكرام فرصة للمزيد من الصعود. بعضكم قد يفاجأ مثلا بأن السعر قد يشكل قمة، لكن لا يتم يعني كنقولوا لا يتم احترامها وينزل السعر مثلا هنا. لماذا لم يكمل السعر الهبوط؟ ببساطة إخوتي الكرام، لأن قوة الاتجاه ما زالت تخدم أو ما زالت يعني تلعب إلى صالح المشتري. فهنا كل هبوط كيكون فرصة للمزيد من الصعود، وتلاحظوا مثلا أن هنا كيصعد السعر ثم يقابل بهبوط لكن كيصعد مرة أخرى، ثم نزول كامل ومع ذلك يقابل مرة أخرى بصعود آخر. لماذا؟ لأن لدينا اتجاه عام صاعد واضح. فهنا القمم والقيعان فقط لكي تستنبطوا الأسعار هل هي صاعدة أم هابطة. فإذا كان لديك قمم وقيعان أعلى من سابقتها فانتبه، فإن لا يمكنك أن تقول هنالك تغير في الاتجاه
إلا باستعمال فلاتر أخرى تساعدك على يعني كنقول التأكد من أن الاتجاه نازل. أما إذا كان لديك اتجاه صاعد فلا تخف، فقط قم بمراقبة يعني مستويات الدعم والمقاومة، وهذا غنوري لكم إن شاء الله في الدرس يعني الآخر. بالنسبة للقمم والقيعان، كيف يمكننا أن نستعملها في المضاربة؟ ببساطة جدا، عندما يكون لدينا مستوى معين، مثلا أنا نقول أننا هنا، أوكي، نقول أننا هنا، فهنا نلاحظ بأن السعر يتكون من قمم وقيعان أعلى من سابقتها. إذن فالفكرة العامة هنا إخوتي الكرام هي أن السعر صاعد أو الاتجاه واضح صاعد. ماذا أفعل؟ أضع خط أعلى المقاومة أو لا نسميها القاع، لأن أصبحت يعني بين قوسين تتشكل أو نربط ما بين المقاومة والقيعان بشكل، لكن أكاديميا صدقوني إخوتي الكرام هناك فرق كبير جدا. هنا لدينا قمة، كذلك هنا لدينا قيمة أخرى، يعني ما تخسر حتى شي حاجة كي يقول المغرب، لن تخسر أي شيء إذا وضعت خطوطا. هذا بالنسبة للقيمة. للقيعان لدينا قاع هنا، أوكي، ثم لدينا قاع آخر هنا. إذن فالسعر الآن محاصر ما بين 5000 و 3581. في حالة مثلا أن كسر هذا السعر اللي هو 3581 سوف نعتمد على مستوى آخر قد يكون في آخر قمة اللي هي كانت للسعر عندما اخترقه هنا. أوكي، آخر سعر اخترقه، يعني آخر قمة اخترقها السعر. إذن الآن فما بين 3000 دولار و 5000 دولار يمكنك أن تنتبه إلى أي مستوى سعري يتشكل أمامك لكي تنتظر فرص الشراء. طبعا الحل هذه مجرد يعني قراءة للدعم والمقاومات، وعفوا للقمم والقيعان، سوف تفلترها بالدعم والمقاومات وتفلترها بمؤشرات وكذلك الشموع. إذا نلاحظ ماذا فعل السعر، نلاحظ أن السعر ارتكز على هذه القمة هنا. فأنت أخي الكريم حتى تشتري بأهداف، يعني وجد مثلا ظهرت لك هذه الشمعة، اوكي، ظهرت لك هذه الشمعة، سوف تلاحظ هل هنالك يعني اي اشارات اخرى مثلا موفينغ افريج. نعطيكم فقط لان اعلم بان اغلبيتكم الان كيقول ماذا لو حصل كذا، ماذا لو حصل كذا. اعلم ان هذه الاسئلة تتروض في ذهنك، لكن فقط ركز معي لان سوف نشرح الامور ببساطة جدا. هنا كنشوفوا بان لدينا شمعة، وما دام الاتجاه صاعد فكل ما علينا ان نفعله هو اننا يعني إذا كنت تريد الاعتماد على سياسة الدعم ولا سياسة القمم والقيعان فستنفعك في الاتجاه الصاعد، فقط قم بفلترتها بأسس أخرى. لكن إذا لم تكن تريدها يمكنك أن تعتمد على مثلا موفينج افريج أو إلى آخره. فأنت مثلا ظهرت لديك هذه الشمعة من هذه القمة، فإذا اشتريت أوكي خذ في حسبانك بأن هدفك سوف يكون القمة التالية اللي هي عند 5000، وأن إيقاف الخسارة ما دمت اشتريت من آخر قاع فيجب عليك أن تنتبه إلى آخر قاع قدامه. ما هو آخر قاع هذا؟ كما تلاحظ بعض الناس سوف تعتمد على هذا القاع هنا، لكن اعتمد على القاع القوي جدا لكي لا يعني نقول تقع في مشاكل. فهنا ما دام أن لديك يعني شراء من هذا المستويات والسعر لم ينزل إلى دون هذا المستوى فيمكنك أن تكمل مباشرة. كتلاحظ بأن السعر صعد ثم أعاد مرة أخرى وشكل لك قمة، أوكي، اللي هي عند نفس مستويات 3581، وكم أكمل السعر الصعود. ستلاحظ بأن يعني إذا اشتريت مثلا لنقول ب 3500 دولار فحققت تقريبا 100% في ظل يعني جلسات من الأيام. وهكذا نفس السياسة، يعني اعتمد نفس السياسة، لأن القمم والقيعان أخوتي الكرام قوية جدا، صدقوني قوية جدا. مثلا نفترض بأن السعر لدينا في هذا المستوى مثلا هنا، هذه قمة، أوكي، هنا لدينا يعني نزول إلى هذا المستويات، لكن نلاحظ بأن القمم والقاع التي لدينا هي من ابتداء من هذا المستوى، أوكي، كذلك هذا المستوى اللي هو هذا آخر قاع أو هذا آخر قاع، يمكنك أن تعتمد على أي قاع يهمه، لأن الأسعار أخوتي الكرام لا تكتف للمضمون يعني نقول حركي للسعر، وإنما تعتمد على هل السعر فوق مستوى أم أدنى من المستوى. هنا نلاحظ ماذا حصل، نلاحظ أن السعر اخترق هذا المستوى. حتى لو اشتريت بهذا المستوى هنا فيمكنك أن تشتري مرة أخرى بمستويات 6000 دولار، وهكذا تلاحظ، يعني ستجد بأن دائما السعر
كيكمل الصعود الخاص به ولا يهمه أي مشاكل. مستويات $20,000 شاهدوا هنا، هنا في $20,000 السعر نزل ثم صعد، لكن لم يخترق المقاومة، لم يخترق المقاومة ولم يخترق القمم. فهناك نلاحظ بأن إخوتي الكرام بأن السعر يعني حتى لو فرضا أنه اخترق $20,000 لكي نقول أن سوف نصعد إلى $30,000 وكذا، لاحظنا بأن هناك كابيتوليشن نزول، والنزول هذا يجب عليكم أن تنتبهوا له. النزول لكي يكون يتجاوز احيانا مثلا عندنا السعر ب 20,000 دولار، نزول حتى ال $10,000 او ال $11,000، فهنا كيولي كنقولوا نفسيه التجار تخاف، فانت ايضا يجب عليك ان تنتبه. فرضا انك مثلا اشتريت بهذا المستوى هنا، اوكي انك اشتريت بهذا المستوى، مع ان اغلبكم لن ينتبه الى هذا المستوى لان السعر حاليا يعني قام بالنزول والصعود، لكن القاع اللي كان عندنا هو هذا المستوى في هذا القاع. فستلاحظ بان السعر شكل لديك قمم اخرى اللي هي يعني ادنى من سابقته، فقمه في قمه هنا وقمه هنا، كذلك نلاحظ بان هنالك قمم، يعني ان السعر حتى لم يقم بكسر المقاومه اللي تسجلت في سنه في 2017 من ديسمبر، ولم يسجل ادنى او ادنى ابسط الصعود فوق هذه المستويات. فستلاحظون هذه هي حركه الاسعار، فالصعود لكي يكون حاصل في الاسواق دائما كيكون اما بحركه سعريه صاعده او حركه سعريه نازله او حركه عرضيه. وانت اخي الكريم يجب عليك ان تنتبه الى ان الصعود والهبوط ما هو الا مستويات سعريه فقط، فحدد اتجاهك، هل أنت في اتجاه عام صاعد أم اتجاه عام هابط، وحاول أن ترتكز على القمم والقيعان. إذن أخوتي الكرام هذا درس القمم والقيعان، سوف نمر إن شاء الله إلى الدعم والمقاومات. هي لا تختلف صراحة على القمم والقيعان كثيرا، لكن سوف نفلترها بأسس أخرى. كذلك سأضيف لكم كل درس حول مثلا فيبوناتشي ربما قد يكون في دقيقتين أو لا، باش يكون هناك يعني فلترة من بعض التلاميذ كتقول لك بأن تتكلم مثلا على المؤشرات، لكن كل مؤشر يجب عليه أن تعطيه يعني قيمته كدرس. لكن أنا في المؤشرات لن أركز على جميع المؤشرات كلها، سوف أركز على أهمها، وكذلك بالنسبة للفيبوناتشي أو لوسائل أخرى سأخصص لها درسا واحدا أو لدرس مخصص يعني في فيديو واحد. إذا أخوتي الكرام أي سؤال الرجاء منكم كتابته في تعليق، وكذلك إذا كان لديكم أي استفسار يمكنكم مراسلتي على في الأكاديمية، وسوف أجيبكم إن شاء الله يعني عند قرب فرصة. شكرا لكم أخوتي الكرام، نمر إلى الدرس الخاص بالدعم والمقاومات.